عليكم. مرحبا بكم معايا مره اخرى قناتي سميتها كوليتي. اذا كنت جديد في القناه فاهلا، انا سميتي سلمى واذا كنت قدامي فمرحبا بكم معايا مره اخرى. فيديو ديال اليوم الصراحه كنت كنشوف الناس بزاف كيديروه ديال تجربات اغلى حاجه ضد ارخص حاجه، ولا ارخص حاجه ضد اغلى حاجه، المهم حاجه ضد حاجه. وانا كنحمق على الماكله كما كتلاحظوا، محتوايات تقريبا اكل في اكل في اكل في اكل. فقررت انني علاش ما بقاش ندير تجربه ديال ارخص اكل ضد اغلى اكل. فاول مره غادي نجرب الاكله ديالي المفضله اللي اذا حطيتي قدامي اي حاجه تحطها هي نمشي ليها، كما قريتو في العنوان تاكوس. فقررت انني نجرب ارخص تاكوس ضد اغلى تاكوس. اليوم غادي ناكلو جوج ديال لي تاكوس، واحد رخيص وواحد غالي. واش غادي يكون شي اختلاف؟ لا، انايا خديت فكره بانني غادي نمشي عند هنا وهنا ونطلب نفس التاكوس، يعني تاكوس اللي معروف ديما هو تاكوس بولي اولا ديال الدجاج. فغادي نطلب تاكوس ديال الدجاج يديروه لي بالطريقه ديالهم همايا، ما يزيدوا لي فيه حتى حاجه غير الدجاج وصاف، ما يديروا لي لا ميكس لا ميكس لا روميكس. باش نشوف بصح الفرق ما بين التاكوس الغالي والتاكوس الرخيص. علاش رخيص رخيص وعلاش غالي غالي؟ مادام بيناتهم هما بجوج بيهم الدجاج وبجوج بيهم يعني نفس المكونات، تاكوس بولي تاكوس ديال الدجاج. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا بغيت نطلع التعاليق هادو اللي كانوا من اجمل التعاليق اللي خليت في الفيديو السابق. شكرا لكم على الحب ديالكم والدعم ديالكم والتفاعل ديالكم المستمر معايا. زائد اذا عجبتكم هاد الفكره هاد الفكره هادي، ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق شنو بغيتونا نجربوا، ارخص حاجه ضد اغلى حاجه. اي فكره طاحت لكم في الراس كتبوها لي لتحت في التعاليق، وصاحب احسن فكره كنطلعوا في الفيديو ديالو. سو ما نزيدش نطولوا اكثر وخلينا نمشيو نشريو ارخص تاكوس، ومن موراها نمشيو نشريو اغلى تاكوس. تاكوس هو هذا كما كتلاحظوا، عرفتي علاش عاطيني البوصخه البوصخه؟ حنا ما كيهمناش بزاف الكاغوط وداك الشيء، اصلا الثمن ديالو تقريبا 20-25 درهم، ماشي غالي باش ما نكونوش عاوتاني. مهم هذا لومبالاج ديالو عامل بحال هيدا، سلسل نفتحو أو كيجي معاه فريت. وكيجيو معاه جوج ديال لي صوص، هذا يمكن المايونيز ولا ما نعرف، دايرو نص نص، وهذا 100% لا يمكن الحار. اذا هذا المايونيز وكيتشوب وهذا الحار. اوكي وصافي اللي فيه. دونك فتحوا هاد التاكوس. سو هذا هو التاكوس كما كتلاحظوا، زايد نغزه في الطياب، لا باين زايد نغزه في الطياب، عطاها بلانشه مسكين حتى قتلوه. المهم هو هذا التاكوس، الحجم ديالو قلت له عطيني الام، وقلت له عطيني الدجاج ما دير فيه والو، جست الدجاج ما خصني فيه حتى حاجه، جيت تاكوس بولي والسلام عليكم. سو خلينا نفتحوه من الداخل ونشوفوه كي داير. سو صراحه هذا هو التاكوس من الداخل، يعني عادي ماشي شي حاجه، اش غنقول لكم، كيبان لي فحال الدجاج بالمرقه. يا بتزعلي. هذا شريته غير من مطعم هنايا قريب ليا، مطعم عادي كيدير تاكوس ساندويتشات، المهم راكم عارفين لي تاكو المطاعم داك اللي كيكونوا سناكات بحال سناك. خديت من عنده، هو عنده هو اللي عنده ارخص واحد. فهذا هو من الداخل، حنا ما نحكموش كثر، فخلينا ندوقوا المذاق هو اللي يعطينا يعطينا التجربه الكامله. صو بسم الله. نعطيكم نبذه عن النكهه، شتي الدجاج هذا؟ ماشي دجاج، هذا لادند لادند، شدوه شرملوه بالربيع سكين جبير، المهم العطريه كامله ديال الدجاج، ومشحر ومديور هنايا، يعني ما فيش شي خدمه ولا شي حاجه، غير لادند مشرمل، يعني بحال الطريقه اللي كيطيب في الدار، يعني ماشي شي حاجه دواو. بالنسبة ديال القزبر عاطية بزاف صراحة، حتى الفريت الفريت هذا ديك الفريت ديال الكونجيلاتور، المهم
الفريت ديال الكونجيلاتور يعني تمي كتاكلو كتحس بيه بحال الناس اللي كيستعملوا الفريت ديال الكونجيلاتور وكيقارنوه مع الفريت ديال الدار يبان لكم الفرق. راه كلشي عارف الفرق ديالو. ديال الكونجيلاتور فاش كتقليه كيشرب الزيت بزاف اكثر من الطبيعي. هذا مزيت بلا قياس، ماشي عام مزيت، مزيت بلا قياس بصح. هذا هو الحال. فخلينا نجربوا التاكوس مع الصلصات ونشوفوا لا النكهه ستتحسن اكثر ام لا. حسيت بالحار. التاكوس هذا الثمن ديالو تقريبا 20-25 درهم. كيجي معاه الفريت، جوج انواع ديال الصلصات، المايونيز، الكيتشوب والحار. واش هو احسن تاكوس كليتو؟ بطبيعه الحال لا، بطبيعه الحال لا. واش اسوأ تاكوس؟ ما نقولش اسوأ تاكوس، حيت كليت واحد المره اسوأ تاكوس كان ناشف، ما كنقول ناشف ناشف، كان غير الفريت والدجاج ما فيهش، وتقول شويه الصلصه، هذا دايرين شويه ديال، المهم دايرين واحد المجهود يعني، حاطين فيه شويه ديال الصلصه واللعيبات وداك الشيء. المهم ماشي احسن تاكوس بالنسبه لي، ما نكذبش عليكم. ف دوزو الثاني تاكوس. بالنسبه للوجبه الغاليه، خديت عاوتاني تاكوس بولي يعني ديال الدجاج عادي. هو كاين اللي تاكوس اللي غاليين كثار يعني واصلين حتى ل 100 درهم، ما كيكونوا يا ميكس، كيكونوا د الحوت كيكون، ولكن انا بغيت نجرب تاكوس بولي. الاولاني خديناه رخيص وهو ديال الدجاج، وهذا خديته غالي وتا هو ديال الدجاج. بولي ديال الدجاج ما فيه حتى شي حاجه، قلت له عطيني تاكوس بولي عادي. ومشيت الاغلى ولا احسن لي ريستوران اللي كاينين هنايا كيبيعوا التاكوس، سياليست في التاكوس كيديروا غير التاكوس، هما هادو وسناب تاكوس معروفين هنايا في طنجة، هما من يعني من احسن لي ريستوران اللي كيديروا هنايا. طلبت يجيني للدار، تشوف شويه الصاك دمرتو دمرتو بصح، انا كنتسنى ومن جا. المهم خصك تحرك الى اخره. بغيت خلينا نجربو ونشوفو هاد التاكوس هذا علاش غالي. المهم الثمن ديال هاد التاكوس هذا داير 45 درهم، داير 45 درهم تاكوس بولي عادي. فخلينا نجربو ونشوفو علاش هو غالي. غنفتحوه مع بعضياتنا شنو كاين هنايا. هنا في كاين التاكوس هنا دايرين ليا لي صوص، واحد جوج ثلاثة أربعة، وكلينيكس تشاوي نعم سيدي. المهم غنشوفو التاكوس وغنشوفو علاش هو غالي، علاش الثمن ديالو زايد. فهذا هو التاكوس، وهنايا كاين الفريت. الفريت صح فريت زوين، غنكذبش علينا فريت زوين، حنا حبش سوقنا الفريت، حنا سوقنا في هذا اللي قدامنا. اوكي حطو كلينيكس هنا. من بعد خديتو تقريبا نفس الحجم نفس كل شيء، يعني النفس اللي ديناه في الاول هو هذا الثاني نفسه تماما، ما مغاير عليه حتى حاجه. فخلينا نجربو ونشوفو، نفتحو من الوسط ونشوفو من الداخل كي داير. برد حيت قبايله هو محطوط. اوه شوف من الداخل كي داير، فيه يمكن لاصوص بلونش ولا شي لعيبه بحال هكا. المهم ما عرف ما عرف ما عرف، خصكم راه ماشي ماشي واعره في الطياب باش نعرف شنو هذا الشيء اللي وسط منه. مني كيبان الدجاج كما كتلاحظوا هنايا، دايرين حتى هما الفريت ودايرين الدجاج، والدجاج فيها شي صوص، الصوص ديالها مختلف. انا اللي طيحت على حوايجي، كنحاول نكتشف شنو كاين لداخل، كتبان لي غير الصلصه خارجه عندي. بلاتي انا نعصرها مزيان باش تشوفوا الصلصه. شوفوا ما عرفتش واش تبان لكم. المهم كاينه واحد الصلصه بيضاء هناك، واش مايونيز واش شي حاجه؟ لا بلاتي نشوف واش مايونيز. لا ماشي مايونيز، في بنه التومه. هناكل الدجاج بوحديتو ونشوفو. مكنكذبش عليكم الدجاج فيه واحد النسمه بحال ديال الثومه، هو طايب مزيان ماشي ناشف، وفي نفس الوقت ماشي خضر يعني، هو هذاك كتحس بالدجاج هو هذاك. خلينا نذوقوه كامل ونشوفوه.
طيح على راسي. صراحه باش نكونوا صريحين، البند هذا زايده شويه، ما عرفتش نوصفها لكم، ولكن البنه ديالو شي حاجه لداخل زايده على ديال على اللي خديت قبيله. واخا كتاكل الدجاج ولكن ما فيش ديك الزفوريه ديال الدجاج. الدجاج لا، الناس اللي كيدوقوا الدجاج فيه واحد الزفوريه في الشكل، اذا كليتي منه بزاف كدوخك. هذا حاسب البنه الدجاج، ولكن ديك البنه الدجاج ما مجهداش، ما عرف واش كيفاش نشرح لكم، ولكن فريمون زوين زوين والله الا زوين، عجبني ولكن ما يستاهلش زعما الثمن كامل، ولكن زوين. والله ما نعرف، انا عجبني عاد في شي صوص اخرى هنايا كما كتلاحظوا صفراء، يعني فيها بزاف الانواع ديال لي صوص، واش هذا جبن داب ودار هكا الله اعلم. مهم زوين. شي حاجه فيه تمايا ما عرفتش شنو هي، هي اللي عطيه ديك البنه. هذا هو اللي كان كيتفرج في سبونج بوب، ديك الوصفة السرية، هذا فاش شي وصفة سرية. ما عرف فهاد لاحظوا واحد الحاجة هنايا، ما عرفتش واش بان مزيان في الكاميرا باش نتبت، الصلصه البيضه فيها بحال شي حاجه ديال العطور ولا التوابل ولا ما عرف. المهم بنتو في شكل على الاخر، هذا بنتو في شكل على الاخر، ما عرفتش شي حاجه فيه زايده، ما عرفتش شنو هي يا مي زوين. واش يستاهل ديك الثمن كامل؟ مش غنقول لك، هي الواحد فاش كيكون كيبيع حتى السميه ديالو فكيزيد في الثمن، دونك هما كيخلوا كيبيعوا لك السميه، كيبيعوا لك الطاكوس، والطاكوس بنين نكذبش على الله. واش كيما قلت واش كيستاهل 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 الثمن؟ ما عرفتش، قولي لي نتوما واش كيبان لكم واش كيستاهل الثمن ديالو ولا لا. ما كيبقى تاكوس اللي بنين يعني تقدر تاكلو وتنغم وانت كتاكلو، ما كتحسش بالبنه ديال الدجاج، ما كت فيه لي صوص، فيه واحد النكهه ديال الثومه كتاكل وما عرفتش راسك اش كتاكل، شي حاجه تما ماشي حتى هي ما عرفتهاش شنو هي. مهم زوين. الناس طنجة ولا صباح الوكلة مثلا عن هاد أسنة تاكوس، قولوا لي نتوما واش ديجا شربتوا شي تاكوس في شي قنت اخر، وان هو اللي عجبكم كثر، واش ديالهم ولا 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 لا حاله وليت فيها، واش ديالهم ولا ديال شي وحدين اخر، عطيوني لتحتي افضل لي ريستورون اللي كليتو فيهم التاكوس، ما كرهتش نمشي ليهم ونجربهم. زوين شي حاجه دابا غنعرف ديك النكهه اللي داخل ما عرفتهاش. المهم كتبوا لي التعليق هنا في مدينه طنجه احسن المطاعم اللي كليتو فيهم التاكوس، واش ديجا جربتو عند هذا المطعم هذا ولا لا، وكي جاكم التاكوس ديالو زوين ولا لا. اخر لقمه دابا نضرب هذه كامله في وحده، يلا بسم الله. طبعا الحال هذا ارخص واغلى تاكوس فقط في المدينه ديالي، انا ما عرفاش المدن اخرى بشحال كيتباع التاكوس الرخيص وبشحال كيتباع التاكوس الغالي، فانا خديت التاكوس ديال الدجاج الارخص والغالي في المدينه اللي انا ساكنه فيها. سو هذا كنكون وصلنا للاخر ديال لا فيديو ديالنا، اذا عجبتكم ولا لقطه من هذا الفيديو هذا ما تنساوش تدعمونا بلايك اشتراك القناه فعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم، تهلاو فراسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي.